حير الزاق يا كريم يا الله يا الله تجربة إنتاج سد الغريب هي أول تجربة لدوت نوشن في إخراج مسلسل درامي، وهي الأولى للمخرج أيضاً. كان الهاجس في البداية هو خوض تجربة تحدي القيام بالتصوير فيلم سينمائي، لكن بعد نقاشات طويلة ومعمقة قررت دوت نوشن تغيير مسار الفكرة وتخليها مسلسل، وهنا كان التحدي الجديد. صلوا على رسول الله يا جماعة. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. يا رجال البجامة، تطوير فكرة العمل مرت بمراحل مختلفة، وفي كل مرة كانت بتتكشف مسارات جديدة من خلال النقاشات. مرحلة الكتابة استغرقت قرابة 9 أشهر، وقامت الكاتبة بعمل تعديلات وإضافات على النص الأساسي ربما أكثر من 9 مرات في بعض الحلقات، علشان يقدروا يخلقوا نص متماسك متين ومحبوك. المتابع لحلقات المسلسل أو جزء منه حس في أكثر من حلقة، وربما في نفس الحلقة التنقل بين زمنين مختلفين ما بين الأحداث اللي وقعت في الريف والمدينة، وربما حس بالصعوبة في عمل الربط بين المشاهد والأحداث،
وربما كان يظن أن الأمر أصبح يتعقد في الوقت اللي كان ممكن يقدم بشكل أسهل، وكان فعلا عنده حق في بداية الأحداث، لأن الأمر كان يحتاج التركيز على تسلسل وتتابع المشاهد وربطها ببعض، وهذا الذي كان مقصود من البداية، مع الأخذ بعين الاعتبار مسار كل شخصية ومعالجة كل مسار وارتباطه بالشخصيات المقابلة لكل شخصية والتنقل بين الزمنين. واللي كان أكثر تعقيداً بالنسبة للمشاهد هو إعادة الشخصيات والمشاهد القديمة للحاضر. التنقل بين الزمنين والتداخل فيما بينهم كان سبب في إثارة الغموض، وساعد على التشويق وإثارة فضول المشاهد. وحبكة نهايات الحلقات زادت من إيقاظ الفضول عند المشاهد لمعرفة تفاصيل الحلقة اللي بعدها. المشاهد كان يشعر بالتشويش في بعض الحلقات بسبب عودة مشاهد وأحداث وشخوص من الماضي، وهذا ما قصدته كاتبة العمل. حاول المخرج ومساعد المخرج والكاتبة إنهم يعرضوا المعاناة اللي حاصلة في حياة اليمنيين، واللي كان سببها المشكلات القديمة اللي ما زالوا يدفعوا ثمنها بالرغم من أنهم عمرهم ما كانوا سبب فيها. صحيح كانت الفكرة الرئيسية للمسلسل منصبة حول قضية النزاع على السد، لكن في المقابل حاولوا يتطرقوا لعرض قضايا اجتماعية مهمة كالدور الاجتماعي للأب والأم والأسرة. القيم الأخلاقية للصداقة، ما تدي أفعلني وذا ما قلت ما يتشي يا يحيى. يحيى صدق كان ما يعوضش. والإحسان للوالدين، وبعدين أسير للقرية، وعرض نماذج من العلاقات الاجتماعية الإيجابية والسلبية وتوضيح أسباب انعدام الروابط الأسرية. قسما بالله لا أقتلك. وفعلش عيادة مكتوب عليها بالخط العريض الدكتورة راوية محمد. حاول المسلسل أن يحث على أمور مهمة مثل أهمية العلم والتعلم، وذكر حق الفتاة في التعليم وأسباب تسربها من التعليم باعتبارها ظاهرة مجتمعية ما زالت الإناث يعانين منها لليوم. حتى المدرسة ما عب السيرة. هي هي الغلطة مش غلطتها. البنت عادي طفلة، شي تلعب وتتعلم، حرمتوها أقل حقوقها. نوه العمل على ضرورة إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع، وأظهرهم بأنهم أفراد منتجين مثلهم مثل نظرائهم من الأصحاء. قضية السد في المسلسل رمزية بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، تماماً مثل وقائع وأحداث ومشاهد المسلسل. انفصال عن الواقع المؤلم وعدم رغبة في مواجهته، ومحاولة الارتباط بجذور الماضي في نفس الوقت، تداخل المشاعر والأحاسيس مع عدم استيعابها. أمي زينب معايا ولي، خرج من الخطة لا تجي أخرج روحك. واجه العمل الناس بحقيقة قد تكون غائبة عن الكثير أو حتى ما فكروا فيها بشكل حقيقي، وهي أن العقول مثل ما هو قد يكون من الأبناء قد
قد يكون كمان من الآباء بإهمالهم لأولادهم وعدم اهتمامهم بهم. ناقش المسلسل أيضاً قضايا طرق السرقة الجديدة اللي ما كان يعرف المجتمع اليمني من سنين، وعرض مشاكل صحية لها علاقة بالصحة العامة كالكوليرا وكورونا وقضية تلوث مياه الشرب، كون الناس في القرى لا زالت تشرب من مياه البرك، وهذا ما كان سبب في الفشل الكلوي عند كثير من الناس. الله ما أنسى كيف كانت حالتك. مشاركة ممثلين مخضرمين وأسماء كبيرة في صناعة الدراما اليمنية أضافت الكثير للعمل، وكانت عودة واكتشاف لإمكانيات وقدرات عندهم يمكن ما لقوا الفرصة المناسبة لإظهارها من قبل. حاولت دوت نوشين في هذا العمل إنهم يعطوا فرصة حقيقية للشباب علشان يحتكوا ويتعلموا من جيل الممثلين المخضرمين، وعملت اختبارات أداء وتدريب من تم قبولهم. ها أنا عودة يا مولاي من رحلة طويلة العمر، وقامت من جديد بإحياء عادة قراءة الطاولة أو ما يعرف بالقراءة الجماعية للسيناريو مع الممثلين علشان تدرب الشخصيات على أدوارها قبل بدء التصوير. يعني نخبة الفنانين اليمنيين وإن شاء الله نسمعهم في عمل واحد بس يكون على حسن الظن. اختيار موقع التصوير كان واحد من أهم العناصر اللي ارتكز عليها العمل. بحثت دوت نوشن عن موقع يتمتع بتفاصيل المعمار اليمني القديم بأبوابها الخشبية ودواليب البيت الحديدية وجماريات القص والمفارش القديمة علشان تحكي قصة يمنية واقعية، وقامت باختيار مواقع للتصوير في المدينة تتناسب مع سياق الأحداث، واضطرت في بعض الأحيان للبناء في مواقع بديلة لتصوير بعض المشاهد فيها. موقع التصوير أظهر أيضاً إبداع البناء اليمني اللي صمم وشيد وبنى البيوت على أعالي القمم الجبلية الصخرية الشامخة على سفوح شديدة الانحدار وفي ظروف مناخية شديدة القسوة وفي أجواء شديدة البرودة. كان من أهم عناصر الجذب البصري اللي تم استخدامها في سد الغريب هو عنصر الماء باعتباره فكرة المسلسل الرئيسية. اختيار الألوان كان مبني على المحافظة على تسلسل الأحداث زمنيا عشان التأثير النفسي والعاطفي. مشاهد الدمج كانت الصفة الغالبة على أحداث المسلسل، دمج بين الماضي والحاضر، دمج مشاهد من الماضي مع مشاهد ثانية في نفس الزمن، ودمج مشاهد المدينة والقرية. بعد عمل دراسات بحثية ومقارنات نظرية للألوان وتدرجاتها، اعتمد العمل على مخططات الألوان التناظرية لثلاثة ألوان هي الأصفر وتدرجاته واللونين الأزرق والأخضر. أحداث الماضي عرضت بالألوان الدافئة، ألوان ترابية مائلة للأصفرار. التعبير عن الحاضر كان للونين الأخضر والأزرق لأنهم من الألوان الباردة وتم اختيارهم من موقع التصوير. الأزرق كان انعكاس للون السماء على السد ومحيطه، والأخضر كان لون البركة الراكدة، وهذه الألوان تم اعتمادها بالتنسيق مع فن الديكور ومصمم الأزياء والأكسسوارات لخلق التناغم اللوني.
الإضاءة كانت منخفضة أو معتمة لأنها مرتبطة بالغموض والإثارة. حركة الكاميرات ومواقعها وزوايا التقاط المشاهد استخدمت لتحقيق الهدف وإيصال المعنى والحالة النفسية المصاحبة لكل مشهد. كان الموسيقى التصويرية قدرت تأثر في مشاعر المشاهد وكانت مصممة خصيصا لهذا العمل. ومثل ما قدر اللحن يساعد في إظهار المواقف خفيفة الظل والعفوية، قدر أيضا يجلب المتعة ويرسم البسمة على شفاه الكثير، وقدر في نفس الوقت يبكي المشاهد في كثير من المشاهد. شارك في هذا الإنتاج الصوتي الضخم والنوعي عدد أكثر من 40 عازف من 7 دول مختلفة. اعتمد بناء وتأليف اللحن الموسيقي على أنغام المقام الصنعاني وحاول أنه يظهره بروح جديدة. Let's go.
خلص شغلك تمام. وياخذك ورجمك لعنيه تمام. روح روح هي يدك لعنيه ومشي يدك معي. باي اكشن. Rule 3, scene 11, take 2A1, sound 100. Stand by, action! من حق الجميع الحصول على الماء،
لكن كمان كان في المقابل على الناس انها تختار بين بقاء السد مانع بينهم واما تحكيم العقل وفتح السد. الغريب هل من مجيب؟ احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا العمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. العمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب.